هل يعني احنا مثلا خلينا ندي للناس الافكار، احنا قلنا عندك حاجه بالثوم مش انت يعني البلاد تركيا بالثوم، جوز الطيب المغرب، تونس مزر برتقال، لا ما قلتليش على البرتقال، قشر البرتقال يعني مكونات هم واخدينها من ايطاليا، لان في بعض الاماكن في ايطاليا وليها اسامي في ايطاليا، احنا ايطاليا علشان قريبه من تونس قوي بالظبط، فاحنا واخدين من بعض. طيب وقلنا ادي قشر البرتقال وقلنا بصفار البيض، قول لنا كده حاجات تانية كده تبقى لذيذه كده. بس هي كلها افكار وانا هقولها كلها في باقي الفوازير بتاعتي. لا انت معلش انت في انبوكس. عارفه يا دعاء ان احنا في تونس بقينا بنعمل قشر البرتقال ده جو، نعمل القهوه على النار بقشر البرتقال، دي البرتقاله كلها بتبقى بتتشال بالظبط، بيقشروها ويعملوها هي الكنكه، هي الكنكه البرتقاله نفسها، القشر هو الكنكه، وده بيديها فليفر حلو قوي. طبعا اكيد. انا شربت القهوه على الرمل، ومن دي من القهوات الحلوه قوي، واصلها اصلا ما بين بيقولوا ما بين اليونان وما بين برضو اسطنبول. فكره القهوه اللي على الرمل، القهوه اللي على الفحم رائعه وبتدي فليفر للقهوه جدا. القهوه اللي على الرمل اهي بالظبط، دي انا اللي مصوره الصوره دي بجد. ايوه دي حلوه قوي. يعني ايه على الرمل؟ مش يعني تحتيها في نار ولا تحتيها في زي اعرف اللي هو السخان عليه نسبه رمل، الرمل بيسخن وهو اللي بيدي السخونه للقهوه، فبالتالي بيفورها وبعد كده الناس بتشربها. اوكي، وقلتي على الفحم، وعلى الفحم هي صوره ثانيه على الفحم بالظبط. تمام، تصويري برضو. احنا معانا بقى حد على شقه التصوير والقهوه. لا انا مالتي فاشن، بس هو القهوه هي اللي واخده مني كل حاجه بالظبط.